أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض طقم كاروهات. الطقم عبارة عن كوفية أو سكارف وسليبر مناسب لمقاس من 38 ل 39، وكل جزء من أجزاء الطقم نقدر نشوف شرحه بالتفصيل في الفيديو المخصص ليه، ولينكات الفيديوهات هتكون موجودة تحت في الوصف علشان تقدروا توصلوا لها بسهولة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وعلشان يوصلكوا كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكراً.